مورنينج جايز في فلوجدان اي دونت نو 5 6 ماني فاكره. المهم فاكرين امس في فلوج اللي شفته قبل ده لما كنت قاعده اقول انه بكره السحور عندك ونعرفها اليوم. اليوم السحور عند بيكو. انا الساعه كم يروح لما يكون عندهم عزيمه سحور؟ 10 11 12. تعرف الساعه كم دحين؟ 12 وثلث وانا وجهي زي كده ولابسه زي كده. مره كان عندي شغل كثير اليوم، اعتذر لمرام، بس دحين حلبس بسرعه بسرعه. حتى والله كان ودي احط ميك اب وكذا وجلتر واشياء انه رمضانيه، بس this is not the time. This is not the time. البس دحين سريع. بس قبل لا البس خليني اقول لكم انه هذا البنطلون كنت لابسته في الفيديو حق تجهيزات رمضان. تخيل صار كبير علي، كان قدي يعني قبل اسبوع كان قدي. ما ادري سويت بالضبط، بس اللي اعرفه انه انا كل يوم كنت اشرب قهوه بسكرين، ملعقتين سكر من الاسبوع اللي قبل رمضان. ده الاسبوع كله من غير سكر، فميبي ذاتس واي. فلو حابين تلحفوا قبل العيد لا تحطوا سكر، ذاتس ماي ادفايس. هلبس هذا الطقم. المشكله اني ما صورت فلوج لما رحت الرياض مع صحباتي في بدايه السنه هذه، بس هذا جبناه من بوليفارد وورلد من قسم الصين. جبت هذا، جبت واحد ثاني مره حلو مره فخم، احتاج اني البسه في كذا فعاليه مره مرتبه يو نو. بس فور ناو هلبس ده، احسه كذا خفيف. هو يجي طقم بنطلون وهذه البلوزه وهذا من فوق، اتس سو نايس. فاحس مناسب انه كذا فعاليه في البيت. اوكي ده شكله نهائي شوي ومكرمش من تحت، بس لا اسمع ولا كلمه. ما لكم شغل، ما في وقتك، ما في وقتك. طرحه حغيرها، حلبس طرحه بيضه قاعده افكر او خضره، ومن فوقه من جوته اقصد حلبس هذا الكاب. لو انتم متابعيني في تيك توك سويت فيديو اني جربت اشكال حجابات مختلفه، روح شوف الفيديو. فاحس هذا كذا بيجي. نو اي دونت لايك ات، اي دونت لايك ات، ما احس لونه حلو. ذس مدري ما احب زي كذا. شوفوا هو فيه له اخضر وكذا وبيج، فهل البس معه هذه الطرحه الخضراء ولا هذه الطرحه البيج؟ بس هذا مره صار جنبه كانه بينك، اتس نوت بيج، اتس كذا غريب. يو ما حيطلع حلو زي ما، خلاص حلبس بس دي الطرحه زي كذا عاديه زي ما انا لافه دي كذا. احس اللوكس نايس احسن من لو كان ابيض يكون كل شيء كذا ابيض. نو اي دونت لايك ذس. الحين فور ذا شوز، دا من كولد سبرينج ولا دا من الدو؟ دا ديفينتلي دا. Oh my god she looks so nice. اصفر الشنطة. This one خليني احط ميك اب. Oh my god في عفش في كل مكان. هحط هذا الفات اويل من نكس اسمه فولو باك. هحط بلاش، ما يضر نحط شوية ماسكارا انه حاولت ما جات مبهدلة. اريد عندي بقايا اي لاينر هخليه زي ما هو. شكلي ما هخلي جلوس لانه من جد وجهي مرة فاضي، واحس انه لازم استخدم التريك حق دايما انه لو ما يكون عندك ميك اب حطي روج غامق فيبان انك انك تعبتي على نفسك and you did nothing. احط هذا الماك literally مخلص. بدي اذا جبت العيد ولا توكي احسه مناسب. خلاص هاخذ دول اثنين معايا. اوكي ام دان. لسه في 10 دقائق، لما كلمتهم كانت 12 و20 دقيقه، الحين الساعه 12 و30. او ماي جاد ام سو تالنتد، ام سو كول، ام سو اوسم. ليتس جو. اوصل لكم فعاليات من هناك، وشكلي حاخذ اللابتوب معايا عشان في حلقه برفعها، فلا تعب نفسي مع النت التعبان وانا اقدر ارفعها عن بيكو. ف ليتس جو. مره اشكالكم تجنن. انتي ايش ذا؟ ايش هذا؟ وجنب وجنب وحركات. لا في جنب ثاني. حياتي انتي ايش رمضان هذا؟ مرتين نتقابل في رمضان. احلى رمضان. نترقب الثالثة والرابعة والخامسة. يلا حلو. احلى سحر. الله 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 الله. الشاي والشاي. حياكي حياكي حياكي. لك اخراج؟ بس والله يا اخوان خلصنا. انا شوف قديش وجهي تعبان، مره قاعده اوصل مرحله الارهاق which is not good. مره ماني قاعده يعني ادي نفسي بريكات تكفي الحاجه. لما دخلت على مرام يعني في ناس ومدري ايه وزيك وبيضحك وانا على طول جلست قاعده ارفع حلقه. بعدين قاعدين هم انه يلا نصور تيك توكات، كلهم صور تيك توكات، انا ما صورت، كنت قاعده انزل تيك توك ارد على التعليقات. مخي بس قاعد يكون شغل 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 شغل، فهمت ماني قادره انه اي ريلاكس. ولما اغصب نفسي انه اي ريلاكس احس بالذنب انه طب في هذا الوقت كنت لا مرة بطال لازم اعطي نفسي بريك اجباري. طول حياتي العادية يعني يوم الجمعة بريك، من يوم ما اصحى لين ما انام ما اسوي ولا شيء غير اني انسدح العب واتفرج مسلسلات. الجمعة اللي فاتت which is امس ما سويت زي كذا، برضو اشتغلت يعني سويت اني خففت مقدار الشغل بس اشتغلت. بس ما ينفع اصلا تشتغلوا طول ايام الاسبوع، لازم بريك. خايفة على نص رمضان خلاص ابدا
اتدمر يو نو. بس لا I'm gonna try my best انتبه على نفسي. وزعلان الصراحة ما صورت لكم اشياء كثيرة في السحور، يعني شوفوها في بلوج بيكو ان شاء الله. اشوفكم بعدين. هاي جايز، اليوم اللي بعده ما في البيت الا انا وماما. سما دخلت تنام عشان بكرة عندها مدرسة، ومودة برا مع مرام وقاعدة تمطر برا. تخيلوا مرة مطر مرة خفيفة، مو المطر اللي يغرقنا ونموت، لا لا لا. قاعدة أحمي باقي هذه الفائف الخضار من الفطور، وحننزل نتسحر في الحديقة أنا وماما، يعني نسوي فعاليات. تخيل، خلينا أحكيكم حكاية قصيرة تضحك، يعني بس ضحكني أنا، كل العائلة توترت. أمس لما رجعت من عند مرام، رجعت قبل ما تشرق الشمس. وصلت البيت الناس كلهم خلاص قاعد يتسحروا وناموا، فدخلت حتى ما حاولت اكون هادئه. دخلت رزعت الباب، قفلت، انت سايفه برا، تعالوا يا عيالي يلا يا ابو زوره، ودخلتهم جوا من عارفه، ونمت على طول. انا لما انام جوالي يصير do not disturb، يعني لما احد يدق يدي مقفل. قمت من النوم قبل الظهر، طالع 9 missed calls، 9. قمت بسم الله لا اله الا الله، ايش صار؟ افك اتصالات من ماما، اتصالات من مرام، اخش الجروب كلهم يسبسبوني كذا، حسيت بلخبطه. تخيلوا طلع ايش اخونا عندنا، لسه دوبه اللي مشي رجع. فهو لما جاب معاه سياره، كان موقف سيارته ورا سيارتي، تمام. فلما خرج رح مرام، فهو وقف موقفي، فيصير انا لما اجي اوقف ورا. انا لما جيت فكرت دقيقه، يمكن هو بيصحى يروح يصلي الظهر، يبيصحى عنده مشوار، يبيصحى حاجه، فانه لا اقفل عليه عشان لا يضطر يصحيني عشان اني اقوم احرك السياره عشان هو انه يخرج سيارته. فقلت ما له داعي. فقدام بيتنا كذا شويه في حديقه، فرحت وقفت في المواقف حقت الحديقه ودخلت البيت. ففي الصبح لما ماما صحت ودي سما، لما خرجت ما شافت سيارتي في الموقف، فقالت شكلها تعبت عند مرام انه نعست، فبدل ما امسك خط انه من نص جدة لين ابحر انه نمت عندها، فانه شكلها نامت عند مرام. اوكي ودت سما ورجعت. في الظهر لما راحت تجيب سما نزلت ما لقت السيارة، قالت هو مستحيل انه ليه لين دحين ما رجعت. دقت علي طبعا يديها مقفلة، دقت على مرام، ايوه مرام منال عندك؟ كيف يعني منال عندي؟ منال خرجت من عندي الفجر. ماما فين بنتي؟ طيب يعني ايش؟ صارت مرام تدقدق علي وماما تدقدق علي وجوالها مقفل، مي قاعدة ترد ليكون صار لها حاجة، وعشان اليوم اللي قبله لو فاكرين عيني كانت بتزغلل وكان عندي صداع، فانه يمكن كانت بتسوق عينها كانت بتزغلل يصير لها شيء. اللي ترى ما يصير لي شيء حتى لما عيني تزغلل وانا اسوق عادي. قامت ماما خلاص لما طلعت البيت قاعدة تفكر انه خليني اشوف من الشباك، لانه شباك غرفتي يبين على طول على الحديقه، قالت خليني اشوف من الشباك يمكن وقفت سيارتها في الحديقه. لانه مرام قاعده تقول لها يمكن انه هي جات البيت يعني، بس انه خرجت عندها مشوار او حاجه، يعني مستحيل انها عندها ما رجعت. جات ماما فكت باب الغرفه لقيتني نايمه، قال لي او قفلت الباب وخرجت. قاعده اقول لهم هو بالعقل لما تضيعوا احد اول شيء تدوروا عليه في غرفته. ومودي المجنونه قبل كل هذه المشكله جات غرفتي وشافت ان النور مقفل وكيف شغال، بس يمكن انا كنت مره نايمه على ظهري مستقيم فماني باينه، فانه ما هي فيه كيف مني. طب قربي شوفي. المهم اني وترت كل البيت، وبعدين قمت كذا الظهر اللي صباح الخير ايش الهرجه. من هذه القصه تعلمت انه لما اوصل البيت حتى لو ماما نايمه اكتب لها في واتساب ماما انا وصلت، عشان نتجنب كل هذه المشاكل. خلينا ننزل الحديقه لانه بدات الجوع. سما تعالي معانا، اصلا حتى الاكل قليل يعني يدوبك حيخلص. تعالي معانا، حابك الدحين النوم البدري؟ يها والله من اوكي طيب. سامحناكي. بس كده على الساعه 6 ايش الا والله. وش قلت هتسوي بكره؟ ما تدي دحين اكيد. انا كل يوم فكت الثلاجه بس ما في شيء ينفع معاه. وانا ترى كل الايام صاحي اكون، يعني دائما اصحى 2-3 صح ما حطبخ بس انا قاعد اساعد ما يضر.